تحية حب وتقدير للجميع، مرحبا بكم في حضير راسك. قصة اليوم كتعكس الندالة ديال بعض النصابة والمحتالين، ما كيقدروش الحاجة ديال الإنسان ولا العواز ديالو ولا الظروف ديالو الاجتماعية ولا الصحية ولا أي شيء. المهم اللي لقاوه ينصبوا عليه ويديو منه الفلوس كينصبوا عليه. واحد السيدة ما في حالها شاي، ما عندها وليدات، الراجل توفى وخلاها، المهم كتعيش واحد الظروف سيئة. تلاقات مع صحاباتها، بدات كتشكي عليهم الظروف ديالها والحالة ديالها والفقر، والدراري ما كتلقى حتى باش تكسيهم. المهم واحد الظروف ما فيها ما يتشاف. صحاباتها قالوا لها ديري شي بيعة وشرية، ديري شي حاجة تحركي فيها، واخا اللي كان المهم غير تصوري وخير 50 درهم 100 درهم النهار احسن من والو. قالت لي مو باش، منين غنجيب هاد الفلوس انا باش ندير هاد البيعه والشراء، راه ما عنديش. وقالوا لي ديري بحال كيديروا بزاف ديال العباد الله. اش كيديروا؟ كيديروا اعلانات في الانستغرام في الفيسبوك في هادي وطلبي المساعده. قالت لي انا ما كنفهمش في هاد الشيء وشنو. قالوا لي ماشي مشكل، حنا غنديروا لك هاد الشيء، هاري غنديروا السميه والسكنه ديالك ورقم ديال التليفون، وما عرفتي يكون شي محسن باغي يدير الخير، انت ما خاسره والو. كذلك كان داروا ليها اعلان في الفيسبوك في الانستغرام، بقات كتسنى. واحد النهار كيصوني التليفون، سر الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، انت يا لاله فلانه؟ ايه. انت عامله واحد الاعلان كتطلبي فيه شي مساعده؟ ايه سيدي. شنو الظروف ديالك لاله؟ قالت له انا امراه ميت ليا الراجل وعايشة في الكرا وعندي الوليدات وما كنلقى باش نقريهم. المهم حكيت له القصة، قصة مؤلمة حزينة، الفاقة والفقر الكبير. قال لي انا في امريكا، انا كنعيط لك الان من امريكا، وبالفعل الرقم اللي طلع عندها في الواتساب رقم ديال امريكا. انا كنعيط لك من امريكا، انا كنشرف على واحد المجموعه ديال الجمعيات اللي كتعمل الخير، وعندنا علاقات مع المجتمع المدني هنا في امريكا، وكنساعدوا الناس، وشفت الاعلان ديالك وبقيتي فيا، وسبق ساعدنا مجموعه ديال الناس في المغرب، دابا ماشي مشكل غادي نساعدك حتى انت، غادي نطلب منك الله يخليك بعتي لي عقود زديه ديال الوليدات ديالك، لكن شي حاجه كتبين الوضعيه ديالك، صوري الدار، صوري الحاله اللي انت فيها، وبعتي لي بداك الشيء، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير، غير في الواتساب ماشي باش تجيك العمليه بسيطه. داك الشيء اللي كان صورات صيفطات له، دازت واحد اليومين اتصل بها قال لها شوف الحمد لله لقيت بزاف الناس اللي مستعدين انهم يساعدوك، كاين فلوس، تصور انه كاين هنا واحد الجمعيه، واحد السيده امريكيه تعاطفت معك بواحد الشكل كبير، حيدت سلسله ديال الذهب وخاتم ديال الذهب ديالها ووضعاتهم باش يجيوك مساعده، كاين تليفونات للوليدات، كاين حويجات، المهم الحمد لله حياتك راه غادا تتغير. اطمئني دابا راه ما غادي يكون غير الخير. ايوا السيده ما قداتها فرحه. ومن الاشياء اللي قال لي قال لي شوف الله يخليك ما بغيت حتى شي واحد يعرف هاد الاخبار، حتى شي واحد ما تقول له هاد الهضره، لانه الا سمعوا هاد الهضره الطلبات ما غاداش تسالي وغادي نحصل. الله يكثر خير، خلي المساله بيني وبينك، انا كنبغي نعمل الخير وكنبغي نعمله مستور. قال لها شوف من هنا لواحد الاسبوع ولا اسبوع ونص على حساب الوقت ديال اللي غيوصلك فيه هذا الشيء، راه غتوصلك واحد البعيثه، واحد الكوليه، غتمشي للمطار ديال مراكش وغتاخذيها. قالت له سيدي انا في الدار البيضاء. قال لها ما عنديش كيفاش ندير، المدينه اللي انا فيها لي فول اللي كيهزوا بحال هذا الشيء كيمشيو غير لمراكش. غتمشي لمراكش ماشي مشكل، وغتاخذي الكوليه ديالك وصافي. وبعث لي واحد المجموعه ديال التصاور، واحد الكارطونه مجموعه فيها الحوايج، تليفونات، بورطابلات، واحد الخاتم وسلسله وشي سلسله اخرين رقاق ديال الذهب، المهم واحد الكوليه لا ما كانش فيها يكون فيها واحد 4 ولا 5 المليون ديال السلعه، فيها اشياء مختلفه. وهو طبعا كيشرح لي هذا الشيء، كيقول لي هادو السلاسل ديال الذهب شحال كيعملوا، تليفونات شحال كيعملوا، المهم المجموع ديال داكشي تقريبا واحد 5 ديال المليون. عيط لها يعاود من بعد واحد المده، من بعد واحد المده قال لها شوف راه البعيثه ديالك موجوده، الكوليه راها وصلت لمراكش.
غتمشي تاخديها، ولكن راه كيخصك تخلصي عليها الديوانه. قالت له ديال اش الديوانه سيدي؟ انا باش غنخلص هاد الديوانه. قال لها لا، المساعده انا وصلتها لك، حاجه اخرى ما نقدرش. سيري شوفي كيفاش ديري، خلصي الديوانه وخذي الامانه ديالك، الله يربحك انت ووليداتك. قالت له شحال اسيدي هادشي؟ قال لها ودي الا خلصتيها تما غتخلصي تقريبا واحد 10000 درهم، واحد المليون. الا تخلصات من هنا من امريكا تخلص واحد 7000 درهم، تقريبا شي 700 دولار. واش بان لك دابا تخلصيها تما ولا تخلصيها هنا؟ قالت له اسيدي انا ما عنديش، منين غنجيب؟ قال لها شوف سيري قلبي تسلفي، ملي تاخذي الامانه ديالك بيعي شي حاجه ديال الذهب ورجعي للناس 7000 درهم ديالهم، وغادي يبقى لك ما تبقى، راه كلشي ديالك. قالت له واخا سيدي انا غادي نمشي نشوف. مشات كتقلب كتكلف كتعيط لخوتها لعائلتها، ما خلات لمن عيطات، باعت شي سديدرات كانوا عندها، المهم تقاتلات حتى كملت هذيك 7000 درهم. قالت له رانا وجدت 7000 درهم. قال لها وغادي تمشي ها انت ها الحساب ها الرقم ديال الحساب، غتمشي غتصيفطيها. مشات لشي بنكه وبعثات هذوك الفليسات في الرقم ديال الحساب اللي عطاها، حطاتهم في هذاك الحساب وجابت الوريقه صورتها وصيفطاتها له. قالت له ها انت. قال لها صافي كوني هانيه، انا غدا غادي نخلص الديوانه ان شاء الله في العشيه ولا بعد غدا، سيري خذي الامانه ديالك بسلامه بسلامه. في اليوم الموالي كيعيط لها، قال لها شوف راني مشيت باش نخلص الديوانه، راني بالفعل خلصتها، ولكن من زهرك الحمد لله راه ما غاداش تجي لمراكش، غادا تجي للدار البيضاء، اذا راك غتمشي تاخذيها من الدار البيضاء. قالت له الله يكثر خيرك، سهلتي عليا، ما فيا ما نسافر حتى لمراكش. قال لها صافي غتمشي للمطار ديال الدار البيضاء وغتاخذي الامانه ديالك. وقتاش نمشي؟ قال لها انا غادي نعيط لك، نعطيك الموعد بالضبط باش ما تعذبيش. هي دازت واحد اليومين عيط لها، الو الو. قال لها ودي راها وصلت للدار البيضاء، ولكن راني تفاجئت انا، هاد الناس هادو راه ما كيخليوش بنادم يعمل الخير. قالت له علاش؟ قال لها شوف تصور انت جامع مساعدات ومصيفطهم وخصك تخلص عليهم الديوانه، وتخلص الديوانه مضوبله 7000 درهم اللي خلصناها باش كانت غادا لمراكش خداوها، وقال لك اسيدي هذاك التحويل لمدينه الدار البيضاء كيخص عاود رسوم اخرى تخلص في المطار ديال الدار البيضاء 3000 درهم، دي معاك 3000 درهم وسيري خلصيها تما. قالت له سيدي منين غنجيب 3000 درهم؟ انا راه 7000 درهم جمعتها بشق الانفس، راه ما تصورش شحال بعت وشحال تسلفت. قال لها المهم شوفي راها تما في الدار البيضاء، وقت ما جمعتي 3000 درهم اما سيري بيدك ديري الاجراءات وخلصي، اما صيفطيها لنفس الحساب اللي صيفطتيها المره الاخرى. قالت له سيدي انا ما كنعرف لا اجراءات، كي غندير عند من غنمشي؟ وقال لها جمعيها وصيفطيها في نفس الحساب، انا راه ملي غادي توصلني غادي نخلص وغنقول لك سيري خذي الكوليه ديالك. مشات السيده عاودات من الاول، مشات كتقلب على الناس اللي عمرها ما هضرات معاهم، كتهضر معاهم، كتقلب على الجمعيات، كتبيع اي حاجه لقاتها في الدار، المهم ما خلات ما عملات حتى جمعات عاود 3000 درهم بطرقها، ومشات للحساب ودفعات فيه 3000 درهم وصورات الوريقه وبعتاتها للسيد، وشافت باللي وصلاتو في الواتساب وهزات التليفون كتعيط له وما كيجاوبهاش. واليوم بعد اليوم بعد اليوم بعد اليوم ما بقاش هذاك الرقم كيجاوب، وعاد اضطرات لما شافوها العائله ديالها مهمومه ومغمومه اشنو عندك، اضطرات انها تحكي لهم. وملي حكات لهم ها اللي مفروض انها ما قاريه شيء، قالت لها بنتي واش انت حمقى؟ واش اللي بغى يعاون غيطلب منك الفلوس؟ واش هاد السيد غادي يصيفط لك المساعده عرفتيه كتعرفيه؟ قالت لي راه السيد من امريكا. وباش عرفتيه من امريكا؟ قالت لي راه التليفون ديالو الواتساب من امريكا. وقالت لي يا بنتي انا على ما عرفت ولا ما قال لي اخوك، راه هاد النوامر ديال التليفون يمكن يكون عامل المغرب ودايرو من شي بلاد اخرى. وبنيتي واش انت ما كتفهميش؟ وبالفعل طلعات للاسف ما كتفهمش، ومشى ليها مليون ديال الفرنك بقى حاصله فيه كيفاش ترجعوا لمواليه، لانها ما خماتش مزيان وما درستهاش مزيان، ولانه بحال قلت لكم في البدايه كاين نصابه ومحتالين اللي ما كيهمهمش كيفاش عامله الحاله ديالك، المهم يديولك فلوسك. حضيو راسكم، تحياتي.